بنا به خدای مازن و دروان بینر رزدار به خوش حالین کوجره کادی هاتین خدمت هاوین رزدار به پرفه بنا بری کانش برکی نصورت الکهف بلا مش بیناکین ام گشتین ده که دماهی که یید به هیوا بیروس قلوان ده که دماهی که دارب العالمینی شبکا کری تدا ات قرآن بیروس دانا فیلی کری شبه لیلت القدر اف شبه قدری ولد اف رب العالمینی گلکی مازنه و پریز و ریمت خود تعالی صورت قدر دا بما بحث الوید که تو تعریفه که دتید بد انا انزلناه فی لیلت القدر خود تعالی بشت ما نازل کرید شبه لیلت شبکا پریز و ریمت دا وما أدراك ما ليلة القدر ما هيش كيف الظنن أف شباب ريزو ريمات تشبك ليلة القدر خير من ألف شهر رب العالمين عز وجل بجت أف شباب بخير ترش هزار هيفا زانا يعني أبو مدس نشان كده كو هزار هيف بن چند بن هشتي و سي صالو چار هيف يعني أجد في شباب بيروز مبارك دا ام جرکی بیین استغفر الله هر وقتی هشت و سه سال و چهار هیوا مگودی استغفر الله اگر ام سه جرا صورت اخلاص داده بخوینین قل هو الله احد سه جرا بخوینین تن مقابلی ختم کا قرآن هر وقتی پیغمبر علیه الصلاة و السلام بشد هر وقتی هشت و سه سال و چهار هیوان ما ختم قرآن کردین اگر بونمونه ام مبلغ کی کم یه پارید و شود بکن صدقه هر وقتی هشت و سه سال و چهار هیوان ما صدقه و خیر دان و جا بینارت رز در بلندیش مبید ام و شوا پیروز جلسات خانه کن انشالله رب العالمین خیر و برکات تو بکن نصیب و قسمت ما پیغمبر ما علیه الصلاة و السلام اشارت یا پیدا بجت اف شوا زوریمت که و ده که دماهی کیت هی و رمضان پیروز اوج ده که دماهی کجی بشه که ود شود کد دا یعنی آن ده که ود شوا بیست و یک دا کو اف شوا ام ده شلا رب العالمین بکت قسمت ما آن شوا بیست و سه یا شوا بیست و پنج یا شوا بیست و هفت یا شوا بیست و نه یا و هر علما سری خلاف چون هندک علامات بیشن که ود شوا بیست و یک دا هندک هریک بشه که ود شوا کد دا بس پتریا علما سر وی چند متفقن بیشن که ود شوا بیست و هفت دا او جی اجبر هندی کنه ها تدس نشان کرن دا ام وان ده شوه دو ماهی که وقت خواه همی بدین رب العالمین عز و جل ذکری و خیر و خیر واتا و پیغمبر ما علیه الصلاة و السلام و جی گله گرن گیا دای وان ده که دو ماهی که و راست همی ده ما پیغمبر علیه الصلاة و السلام یا رب العالمین ببس خاصتا وان ده که دو ماهی که پتر تره ذکر رب العالمین دکر پتر تره یعنی عمل خواهد دازی ده تره لدکر دعاش رب العالمین دکن مش خیر و برکت و شوا پیروز و مبارک به بهر نکت و گل و شوا پیروز و مبارک دی کرم کن گل پشک دارد خواه بلا پشک داره ما یکی کرم گد و علیکم السلام و رحمت الله و بخيرات يا رب بخيرات بخير الصلاة أهلا وسهلا آية 11 سيدة آية 11 سيدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا بل سبحان الله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا
هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. جزاك الله خيرا. سؤال دويش فيلي تمام كا شغلت بينجي وشاري بينجي وشاري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة. صحتك ما شاء الله. سيدة عزيز آيات الصاد ودوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما شاء الله. سيدة طايتك زيدا جيخان. صحتك خوش. بالعضاء بجيك بريد بجيك تبكي واخد يالا دينا. كلمة الحق يعني قالك فراغ دانجي نادية.
مثلا الحق لا قصدي ودي يعني قال لك فراغ دنجنه دي الحق الحق يعني الحق الحق لا نوصل الحق يعني قلق لو بصحته تخش جزاك الله خير بارك الله فيك شك دوري دوي بلا كلام قال لك خيرات ابن عزيز يا اهلا وسهلا ما شاء الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا برس خيرات إبرا عزيز خيرات إبرا أيمن مصطفى أيمن مصطفى يونس أهلا بستنها السيد بلا كرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا إن شاء الله سعادتا خوش سيدة عزيز سيدة آية حفتية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. سهلا بشك داري ديبلا كرالكت وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. خيرات كات ورقه اسلام عبد الكريم ورقه عبد الحكيم عبد الحكيم ورقه خير هذا برأي إسلام؟ لا أشتاز آية طب استوئيك سيدة البارس استوئيك برس كرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. سعادة أخوش ما شاء الله سؤال أدويش فيدي تمامك يا إسلام آيات أتشلو بينجي جماعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صح ما شاء الله هذا خش سيدات عزيز آيات هشتي وحفتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أما من ظلم فسوف نعذبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. تحرتي خلد بزفله فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. تنوينا نحن تنوينا مذكر تنوينا فتحية تنوينا كسرة بزاوية تبصان. درست بس حركة تانية تمام كفات حي تانية درست بس فله جزاء الحسنى بكت هني فله جزاء للحسنى إيه بس فله جزاء الحسنى فله جزاء الحسنى تمام بتوصل بتخوانني بلى فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونهما سترا. كذلك حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل له من دونهما سترا. لم نجعل لهم من دونهما سترا. دلويلي حرفك زيدتك. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل له من دونهما سترا. هما تزيدات بتاعتش كيف ناكي نجعل هما بيجي سيدة جرسي أم دي بيجي إن شاء جرسي درسي أم دي بيجي. لم نجعل لهم من دونها دونها ندونهما تمام.
حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونهما سترا. لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينني بقوة قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل. بكلمة خالد بجي إسلام. بكلمة تنتهي. كمادة طبيعي فأعينه. فأعينني بقوة. فأعينوني لك نظم يعني. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بيننا وبينهم ردما. أجعل بينكم وبينهم ردما. ساعات خوش جلعي واجب جلعي بس دم ما يقدر تسحر أيخ. ساعات تخوش عمر دريش بين الشخص. وده عمر تدريش كده خيرا ده يبغى تدريش بس جل الله خيراته. بشك داري دي بلا كلام كده شبر وقتي لازم كده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد أمين منا ها؟ هلا وسهلا. يدخلون أخذوا سيدة منا في تونا إجبار كرين نبيس. بلى. محمد أمين تجعل خير هذه بلا عزيز. خير هذه. أيضا نوزد سيدة عزيز. أيضا نوزد. بل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم.
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سؤال دوش آيات 57. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا في قلوبهم أكنة أن يفقهوه. وفي أذانهم أخرى. مخدر اسكا. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب على قوم لم العفو سيدة بس دقيقة سيدة بس سركي آياتي بس دبارك حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد من دونهما قوما العفو سيدة وجد عيد قوما قلنا يا ذا القرنين إما تعذب وإما تتخذ فيهم حسنا. بلد بخدر اسكا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد من دونهما قوما لا كانوا يفقهون قولا. نجا بيجا حموت في تدرس بيجا. وجد تغرب في عين حمئة. هذه تلقى الآن.
نغمي وذكري راسي ذكرك بما قم بجا هم اجبال اسنا شمسه انا دان جيت اخوش انا كبيراجن قدر يمكن تسري خبر هزين بس درجه دي سر من بجا ما بدا نمت تجبر كتني يا الله دي حتى اذا بلغ سبحان الله سيدنا تدرس وتخت هيدي قلتي وجدها تغرب في عين حمئة او تدرس بها وحمد رز وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونها قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي فخير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم سدا على بينكم وبينهم ردمة بلى ردمة عطاتا خوش ما شاء الله دنگك خوش شد دست رازو جلب خراته بشك داري دي بلا كرم كت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خلات مام دي بوتا خلبي مجيرة سيدة ما نهو جيرة لا خلاته خير هات تبرا عزيز خلات عزيز ما نه بله. رخصت تن پشت به هل بشیری. بله. چه مایه بونی زیکه؟ مثل ده پنج ساعت هفته. بله. بله. برای خلاص، اما دست بکنم سیرایی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال وإذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال وإذا ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين
وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا قصيره دوي خلاص ايات السهود دوي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وفجرناهما واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وجعلنا بينهما زرعا من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر منك أكفرت بالذي خلقك وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور فقال لصاحبه وهو يحاوره أكفرت وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا
لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. صح ما شاء الله. سولد مايك. سيدات عزيزة يطنط الشاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آتوني زبر الحديد. آتوني زبر الحديد. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الذين كانت أعينهم أفحسب. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم يومئذ للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. بس صحة خوش. صحة تخوش. صحة خوش براي خالة. شکداری دماهی که به هی بلا کرم کت کاک هوگر هوگر حکمت بله بله دماهی که سیدا بله سیدا و السلام و رحمت الله و برکاته رحمت الله و برکاته تو گل بخیراتی خیراتی برای هوگر تشمه قبیل همه متحل بجیریم گل درست سیدا عادی هم أنا تحفت السيدة بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا
وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم ليتساءلوا بينهم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض سورة الكوكيوجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية 25 ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ما شاء الله جزاك الله خيرا سيدة آية 98 آية 2 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قال هذا رحمة من ربي قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم للكافرين عرضا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم يومئذ للكافرين نزلا قل إنا كافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ما شاء الله بارك الله فيك حتى تقوى بتشيك بتشيك كويك هجر بوتا بو عامجي افخالتي يا هي راستي بس اوكي بيجوش كماليات انا غنات قال بوينين طيبات كلمه رب مثلا جوري رمبنا رم تبيناين داري قال جرا تمام ربك نقول رمبك تمام تصيح ربهم رمب يعني بتشي غني ندى قال بوي هاي جهابه تمام بتشي غنات تشتغل يوتا الحمد لله بسيط هقول قال جانا خندنا بس حاضر خوش ما كان يخندنا يبكي ما سيدا ما شاء الله هذيك ما سيجي ان شاء الله درسك قال جانا خندنا ما شاء الله قال بخيرات ابراهيم هوجر بعد خوش ابراهيم قادر جران ام هاتنا دمهيك خدك اخوه ايش برنامج ما بريكان اش بركنا صورت الكه وكي ما مصافات يجي ما جابن ذكري كامل جشنا قنا قادوي ان شاء الله وتعالى یک خدا کپتنی آمایی که هم دی برف بوناغ و دماهی که بچن و هم دی بیرهواد هنده هنین که لیلت القدره و مش دعاین خواه بی بهر نکن و اف بریکانا هنی یا حالی ارخصن جلای دزگه قلمی زانسین قرآنی پفکاری دیگر کانال خابیر تیوی و هم دماهی که بیج نهوا مش دعاید خواه بی بهر نکن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته